بين الشقيقين الكويتي والسعودي في ختام لقاءاتهما في الدورة وفي آخر مباريات البطولة وهي المباراة قبل الأخيرة. هذه المباراة الحقيقة مباراة مهمة جدا، الفوز يعني تتويج الفريق السعودي الشقيق بطلا لأول مرة لكأس الخليج، أما التعادل أو الخسارة سترتبط بنتيجة مباراتنا مع المنتخب العماني الشقيق التي ستقام بعد هذه المباراة مباشرة. المنتخب السعودي الشقيق رصيد 7 نقاط، وأما منتخب الكويت فرصيد 3 نقاط، وتشكيلة المنتخب السعودي ثابتة في جميع المباريات، ويلعب محمد الدعية، ياسر الطايفي، الخليوي، جميل، عبد الله سليمان، فؤاد أنور، خالد مسعد، صالح المطلق، سامي الجابر، سعيد العويران، فهد المهلل. أما المنتخب الكويتي فيلعب اليوم في حراسة المرمى لأول مرة خالد الفضلي، في خط الظهر عبد الله الدوسري وعلي فلاح، سلامة هادي، محمد العدواني، محمد صالح، عبيد الشمري، وفواز مرزوق، وأيمن الحسيني، خالد جار الله، إضافة إلى علي مروي. مباراة اليوم مشاهدينا الكرام في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي دول مجلس التعاون وفي كل مكان من يتابع تلفزيون دولة الإمارات العربية المتحدة، نحن في اليوم الأخير من كأس الخليج، اللي هذه المباراة اللي يدير الحكم البرتو من البرتغال 43 سنة، وأيضا البرتغالي الميدا مساعدا له، وجيرهارد من النمسا، وروبرت من النمسا حكم الرابع. 43 سنة، 86 مباراة دولية، وهو لأول مرة يدير مباريات دورات الخليج، ولأول مرة يدير كذلك في الشرق الأوسط. وهذا لوبانوفسكي الخبير الأوكراني الشهير، وهو مدرب معروف في المنطقة وأحد أفضل عشرة مدربين في العالم. وهذه طبعا قائمة المنتخب السعودي: سعيد العويران، فهد المهلل، سامي الجابر، وفؤاد أنور، وهذا عبيد الشمري لاعب منتخب الكويت وكابتن الفريق. مباراة البطولة في حالة فوز السعودية تتوج المملكة لأول مرة بطلا لكأس الخليج، ونرى في الصورة أيضا محمد الخراشي مدرب السعودي الوطني، فهد الدهمش مدير الفريق واحتياطي المنتخب السعودي في هذه المباراة الحاسمة والمصيرية والتي يترقبها الجميع من جميع الأنظار، متجهة هنا إلى استاد مدينة زايد الرياضية، حيث تترقب بشغف حقيقة معرفة نتيجة هذه المباراة التي تجمع المنتخبين الشقيقين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة. مشاهدينا الكرام، بدأت المباراة من جانب المنتخب الكويتي، من جهة اليمين محمد العدواني، أول مباراة في هذه الدورة، وهو لاعب نادي النصر الكويتي، وكذلك يلعب هذه المباراة لأول مرة. وطبعا سنتحدث عن هذه التغييرات التي حدثت في الوقت المناسب. كرة الآن ملعوبة إلى عبيد الشمري منتخب الكويت، كرة معها توصل لصالح المطلق، إلى عبيد الشمري، إلى علي مروي، كرة مع علي المروي، إلى عبيد الشمري، عبيد الشمري مرة من جهة اليمين، حمد الصالح يعكسها فيها خطوري، بعد أحمد جميل تتهي مرة ثانية وخطر أمام الجول، تطلع الكرة برا الملعب، ضربة مرمى. خطأ لصالح منتخب الكويت، الفريق السعودي راجع 10 لاعبين موجودين داخل المنطقة باستثناء فهد المهلل في الخلف، لعب الشمري، تطلع الكرة برا الملعب من عبيد الشمري، مدرس في التربية الرياضية ولاعب حقيقة أخلاقه عالية جدا في الملعب وخارج الملعب، تخصص تربية رياضية، كابتن نادي القرسي وكابتن منتخب الكويت، لعبها الشمري لكن تطلع الكرة برا الملعب، سجل هدف واحد في هذه الدورة في مرمى حدود سلطان. كرة ملعوبة الآن، صالح المطلق، فؤاد أنور، نص ساعة على بداية الشوط الأول، التعادل بدون أهداف، فواز مرزوق، علي مروي، الشمري، كرة مع الشمري، عبيد إلى وصل لفؤاد أنور، سعيد العويران، العويران إلى سامي الجابر، الجابر إلى خالد مسعد، خالد مسعد يلعب على طول يبعد لكن حصل محمد العدواني ينظف منطقة، أول بأول توصل إلى علي مروي في منتصف الدائرة إلى صالح المطلق، لاعب النصر، تتهيأ
وتطلع الكرة برا على الملعب. رمية تماس لصالح السعودية. لاعب طاح في أرض الملعب. والنتيجة مع حضراتكم 31 دقيقة الشوط الأول، السعودية لا شيء والكويت لا شيء في اليوم الأخير من مباريات دورة الخليج رقم 12 في المباراة قبل الأخيرة رقم 13. وحتى هذه اللحظات مشاهدي الكرام سجل المهاجمين 30 هدف في الدورة من 13 مباراة. هذا العويران لاعب المنتخب السعودي، واللقاء الحقيقة هام ومصيري جدا. المنتخب السعودي ينتظر الذهب في حالة فوزه الميدالية الذهبية، أما في حالة تعادله أو خسارته تتعلق أماله بمباراتنا القادمة إن شاء الله مع منتخبنا بين المنتخب الوطني مع المنتخب العماني الشقيق. أتمنى إن شاء الله أن يكون ختام مسك وأن يكون إن شاء الله قد حققت الدورة هذه أهدافها المنشودة اللي يفكرون فيها المسؤولين في تطوير الحركة الرياضية في دول مجلس التعاون. ولا شك أن دورة الخليج واحدة من أهم وأبرز الدورات العربية على الإطلاق. خطأ لصالح المنتخب السعودي، وسعيد العويران المتخصص في هذه اللعبات أو المحاولات القائمة الآن المنتخب السعودي يسدد مرة أخرى. توصل صالح المطلق بعد فواز مرزوق، توصل لصالح المطلق. بدأ الآن المنتخب السعودي يضغط من جديد الفريق الكويتي وداخل الكرة داخل المنطقة. دربك أمام مرمى المنتخب الكويتي، تطلع الكرة برا من ملعب محمد العدوان. تعادل بدون أهداف. مدرب وإداري ولاعب المنتخب السعودي الشقيق فؤاد أنور ينظف منطقة الكل على أعصابه، كل هي على أعصابه سواء الفريقين أو حتى الفريق أو الجمهور اللي خارج الملعب. مباراة مهمة جدا تحدد مصير البطولة. وهذا اللاعب سالم عبد الله العلوي اللي استبدل بدل من ياسر الطائفي بعد خروجه مصاب. خالد مسعد، علي مروي، علي مروي لف عبيد الشمري، يلعب لحمد الصالح، هجمه لحمد الصالح، هو الجول، كره محمد الصالح يسددها، كره برا الملعب. ثلاث محاولات حلوه من علي مروي لعبيد الشمري لحمد الصالح يتقدم امام سدد لك الكره برا الملعب هجمه. والفريق الكويتي حتى الان قادر ان يقدم عرض جيد. محمد صالح طبعا استعجل فيها وكان بعيد من المرمى ولم تشكل خطوره على حارس المرمى المنتخب السعودي الشقيق محمد الدعي. فواز مرزوق 10 دقائق على نهايه الشوط الاول والتعادل بدون اهداف. الى محمد الخليوي، الى سالم عبد الله العلوي، كره مع عبد الله العلوي، سالم الى خالد مسعد مفتاح الخطورة يلعبها وفيها خطورة. وفهد المهلل يسجل أول أهداف المباراة للمنتخب السعودي في الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول. قبل نهاية الشوط الأول 9 دقائق تمكن المنتخب السعودي إحراز أول أهداف المباراة. خالد مسعد كما ذكرت مفتاح اللعب وأخطر لاعبي، وفهد المهلل يسجل هدف المباراة الأول. إذن السعودية 1 والكويت لا شيء. دقيقة 36 يتمكن فهد المهلل من إحراز أول أهداف المباراة للمنتخب السعودي. فهد المهلل 1 لا شيء. فهد المهلل سجل أول أهداف المباراة وسجل 8 أهداف في تاريخ مشاركته مع المنتخب السعودي. له رصيده حافل من اللقاءات الدولية 46 مباراة دولية يلعب في نادي الشباب،
وأول أهداف في المباراة للاعب فهد المهلل. هدف طبعا يأتي في غير البطولات وفي غير الأيام العادية، في يوم غير عادي بالنسبة لتاريخ الكرة السعودية. متقدم المنتخب السعودي بهدف، والمطلق يحصل على إنذار أيضا. واحد لا شيء، طال حارس المرمى، تحلو المباراة الآن. المنتخب الكويتي حقيقة لعب مباراة جيدة خلال الفترة اللي مضت قبل تسجيل الهدف، ولكن كما ذكرت أن الفريق السعودي برغم عدم سيطرة الميدانية أو عدم سيطرة على الكرة، إلا أنه كان يسعى دائما من خلال اللحظات القليلة أو القصيرة ليصل إلى المرمى أن يشكل العبء ويشكل الخطورة، وهذا ما ظهرت عليه كرة خالد مسعد. مفتاح خطورة الفريق خالد وفؤاد أنور لما يتحركون على الجنبين يشكلون خطورة بالغة على مرمى الفريق الكويتي. أما الوقت اللي مضى كان واضح، المنتخب الكويتي كان يجاري ويصل ووصلت فرص، لكن كان في استعجال وفي تخوف من لاعبين المنتخب الكويتي. طبعا الفارق الكبير في عامل عنصر الخبرة الدولية وعنصر المباريات الحساسة، هذه المباراة بالفعل شبه نهائي الكؤوس. النتيجة الآن السعودية 1 والكويت لا شيء. علي مروي كرة معه حمد الصالح، هجم المنتخب الكويت، كرة مع حمد الصالح، ضرب الكرة 38 دقيقة، والكويت الآن يبادر بالهجوم. 1 لا شيء للسعودية. إذا انتهت المباراة بأي نتيجة، بهذه النتيجة أو بنتيجة فوز السعودية، تتوج بطلا لأول مرة. كرة ملعوبة، ضربة ركنية، فواز مرزوق يلعب إلى محمد العدواني إلى حمد الصالح داخل المنطقة، حمد يلعبها توصل خالد مسعد إلى علي فلاح، علي فلاح ينقل إلى حمد صالح، كرة مع حمد صالح، كرة معاه تطلع من حمد صالح برا الملعب، ضربة جزاء. حمزة صالح فؤاد أنور توصل لحارس المرمى خالد فضلي. في هذه الأثناء أرى الحقيقة أن المنتخب السعودي بدأ يميل نسبيا إلى الخلف، يحافظ إلى خط الظهر ويلعب رأسين حربة سامي وفهد المهلل. بدأ المطلق يرجع الخلف، فؤاد أنور يرجع الخلف، حمزة الدريس كذلك يرجع الخلف، على أساس أن يشكلون خط دفاع ثاني أمام الرباعي خط الظهر. وتوجيهات أيضا مستمرة من المدرب محمد الخراشي، اللي يعتبر الحقيقة أيضا هو إضافة إلى مدرب متفوق، لكن أيضا هو مدرب محظوظ. ما في شك أن فريقه يقود فريقه في تصفيات الدوحة ويصل بالفريق إلى نهايات كأس العالم، ثم يتولى ذلك أيضا جهاز تدريب أرجنتيني، والآن في دورة الخليج يتولى تدريب فريقه بينه وبين الكاس 14 دقيقة. لا شك أن هذه أيضا تساعد على ثقة بالنسبة للمدرب نفسه وثقة أيضا بالتدريب الخليجي. وهذه هجمة الآن فهد المهلل، حمزة صالح، صالح المطلق إلى علي فلاح المنتخب الكويتي، فواز مرزوق. 12 دقيقة على نهاية المباراة. مشاهدي الكرام، سيداتي أنساتي سادتي، السعودية متقدمة بهدف، وبين السعودية والكاس 12 دقيقة فقط. أيمن الحسين، كرة مع الحسين، أيمن إلى جار الله خالد الجار الله، أيمن الحسين إلى خالد جار الله، توصل إلى سامي الجابر، كرة مع سامي الجابر، حصل علي فلاح منتخب الكويت، عبيد الشمري منتخب الكويت إلى عبد الله الدوسري منتخب الكويت،
حمد الصالح، هذا علي فلاح، وخالد الجار الله يحاول ايضا ان يعالج زميله في الملعب. يصيب بشد، كره ملعوبه لناحيه اليمين الى منتخب الكويت. محمد سلامه هادي، فواز مرزوق، لاحظ معي في خط دفاع ثاني اصبحوا الان في المنتخب السعودي، يحافظون على الهدف، لان هذا هدف يعني الكثير بالنسبه للكره السعوديه، ويعني الكثير للمنتخب السعودي وللاتحاد السعودي وللاعب وللمدرب، يعني هدف ليس بهدف عادي، هدف لوضعيه خاصه ولا هدف ثمين جدا الحقيقه. حتى الان النتيجه ما زالت، مشاهدي الكرام، سيداتي يا نسادي سادتي، في كل مكان، النتيجه ما زالت السعوديه 1 والكويت لا شيء، واللاعب رقم 16 المنتخب الكويتي يدخل، اعتقد نواف جديد. فؤاد انور يسجل الهدف الثاني على بعد 25 ياردة في الدقيقة ايضا 36. في الدقيقة 36 يتمكن اللاعب فؤاد انور من احراز الهدف الثاني، هدف جميل جميل للغاية، ويعد اجمل هدف في الدورة. وهذا اللاعب فؤاد انور يتألق ويحرز الهدف الثاني ايضا في الدقيقة 36، هذا فؤاد انور، وهدف جميل جميل للغاية، هدف جميل للغاية، تؤكد مقدرة وموهبة هذا اللاعب فؤاد انور، الهدف الثاني للسعودية في مرمى الكويت. اذا 2-2 لمنتخب السعودية على الكويت، وبذلك تقترب المسافة وتقترب والكرة السعودية الآن أصبحت ما بين المنتخب السعودي والدرع تقريبا 8 أو 9 دقائق، والجماهير السعودية سعيدة بهدف فؤاد أنور اللي هو يعتبر الهدف الثاني لهذه المباراة والرابع لفؤاد. البطولة يحسمها الفريق الأخضر وبمساندة من الجمهور السعودي اللي جاء الحقيقة من مختلف المدن السعودية إلى وطنه الثاني دولة الإمارات العربية المتحدة لمشاهدة ومؤازرة فريقه في هذه المباراة الحاسمة التي أصبحت الآن قاب قوسين أو أدنى للمنتخب السعودي من الحصول على كأس الدورة. وهكذا مشاهدينا الكرام، تهانينا الحارة وألف مبروك للمنتخب السعودي الشقيق لحصول على هذه البطولة الغالية، على كأس الخليج العربي لأول مرة منذ 24 عاما، وهذه التهاني يتلقاها سمو الأمير سلطان بن فهد نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وتهاني أيضا من سمو الشيخ عبد الله بن زايد ومن سمو الشيخ مانع بن خليفة ومن معالي وزير الشباب الرياضة وأيضا من أصحاب السعادة رؤساء الوفود للمنتخب السعودي الشقيق على هذا الفوز. مبروك نقول للمنتخب السعودي على هذا الإنجاز الخليجي الجديد لتتواصل الكرة السعودية إنجاز بعد إنجاز، بعد إنجاز كأس العالم إلى إنجاز الخليج وحصول المنتخب السعودي هذه البطولة للمرة الأولى في تاريخه لأول مرة منذ 24 عاما. من حق الأشقاء أن نقول لهم فوق هام السحاب، المنتخب السعودي فوق هام السحاب، يحتفلون اليوم في وطنهم وعلى استاد مدينة الزايد الرياضية، من حقهم أن نقول لهم تستاهلون، من حقهم أن نقول لهم ألف مبروك على هذا الإنجاز وعلى هذه النتيجة الكبيرة التي حصل عليها المنتخب السعودي بعد فوزه على شقيقه الكويتي بهدفين مقابل لا شيء. المنتخب السعودي قدم عروض كبيرة في هذه الدورة، قدم عرض كبير أمام الإمارات انتهى بالتعادل 1-1، فاز على العمان 2-1. هذه التهاني من كل الأشقاء، التهاني من كل القيادات الرياضية إلى قيادات الكرة السعودية على دورها وعلى موازرتها وعلى دعمها وعلى مساندتها ليحتفل أبناء المملكة العربية السعودية في وطنهم في استاد مدينة زايد الرياضية الذي احتضنت هذه المسابقة العزيزة. وهذه لمحات وفرحة المنتخب السعودي، من حقهم الحقيقة أن نحتفل معهم ونقول لهم ألف 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 مبروك على هذه النتيجة الكبيرة التي تمثل نقطة تحول في كرة القدم السعودية التي دخلت مجالا جديدا حينما طبق الاتحاد السعودي نظام الاحتراف الأندية السعودية.